بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في جزء حفظ عليكم، يعني هقول فيه آيتين بس أشرحهم لأنه ده موضوع مهم. تعبير قاله سفر الرؤيا في آخر صفحة في الإنجيل، مين اللي هيبقوا بره السماء؟ سؤال مهم أوي. مين اللي هيبقوا خارج؟ في الآية دي ربنا يحمينا يعني، بس لازم نعرف مين الساقطين، يعني لأن احنا مش عاوزين نبقى تبعهم. فتعالوا نشوف الجزء ده اللي موجود في رؤية 22، وده آخر إصحاح والمقرر بتاعنا المرة دي ان احنا نحفظه. ماذا يوجد خارجا؟ ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. يبقى المسيح في آخر إصحاح بيقول يا جماعة أنا جاي وجاي بسرعة، يعني ما تستعوقونيش أنا جاي. وأجرتي معي يعني عاوز يكافئ. أجازي كل واحد كما يكون عمله، يبقى طبيعي احنا فاهمين أن الأعمال لها دور في تحديد مصير الإنسان، مش بس كونه مسيحي متعمد بينادي اسم يسوع، لا كمان أعماله لها دور في خلاصه. أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، هي مقصود بها الأخير، the first and the last، لأن الآخر هي ما تتقالش والآخر، لا أنا الأول والآخر، الآخر أو الأخير، يعني أنا أول كل حاجة وآخر كل حاجة. طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة. شجرة الحياة دي اللي كنا سامعين بيها في تكوين اثنين، الشجرة اللي كانت تدي حياة أبدية وراحت مننا بالخطية، والمسيح جابها لنا في التناول، بقى هو ده خبز الحياة. قال يا بخت اللي هيسمعوا كلامي هيبقى لهم سلطان على شجرة الحياة، يعني هياكلوا حياة أبدية. ويدخلوا من الأبواب للمدينة، باب التوبة، باب التواضع، باب المسكنة بالروح، باب الإيمان، باب المعمودية، كل دي الأبواب اللي قاعدين نحكي فيها، اللي بنقول دي أبواب السماء، الباب الضيق، الآلام والتجارب والصليب. لأن خارجا بره بقى هيبقى في مين؟ الكلاب، نشكر الله مش تبع، والسحرة مش تبع، والزنا والقتل وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبه. المنظر الأولاني يقول لا ده حاجة مطمئنة، غالبا احنا مش تبع دول. إنما لما نغوط في الكلام، هو كل كلمة من دول ليها ديفينيشن في السماء، فلازم أكون فاهم هو إيه مقصود الكلاب وإيه المقصود بالسحرة والزنا والقتلة لحسن يطلع اسمي تبعهم. فده الموضوع اللي هنقوله دلوقتي. أفكركم بحاجة، إنه كنيستنا حطلنا كل ليلة مثل العذارى الحكيمات والجاهلات في نص الليل اللي يقدروا يصلوا نص الليل، عشان تقول لنا في ناس كانوا متوقعين ان هم داخلين وفوجئوا ان هم خارج الباب. فاكرنا النص بتاع فيما هن ذاهبات، دول الجاهلات دول اللي بتاعنا، جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. اخيرا جاءت بقية العذارى قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. قال لهم لا خلاص، دول طلعوا خارج الباب مع ان دول عذارى وكانوا منتظرين العريس، يعني خلي بالكم هم دول مسيحيين ودول ناس فيهم درجة من التدين، بس كان في مشكلة عندهم، ثقة زائدة ان احنا جاهزين وعشرة على عشرة، فناموا وفي بطنهم بطيخة صيف، يعني مش عايلين ادنى هم، كأنهم مقتنعين ان احنا عاملين اللي علينا وزيادة، فما اهتموش يخزنوا زيت، ما عملوش حساب اللحظة اللي هيجي فيها العريس. لما صحي وفوجئوا بالحقيقة احنا طلعنا مش جاهزين، وده كان توليد بقى. فهنا احنا برضو ده يخوفنا شوية، ان الشعور الكاذب بان انا عامل كل اللي عليا ده شعور خطر، والاطمئنان انه كمني خادم ولا بطلع العشور ولا ما بسرقش وما بقتلش وده تمام كده خطر، لان ده ممكن يخليني ما اجتهدش، يخليني جاهل. تصورت اني جاهز
وانا مش جاهز، ده انا جاهل. في فرق كبير قوي بينهم. تعالوا نشوف بقى الفئات اللي اتكلم عنها. اولا بيقول لان خارجا الكلاب والسحره بالزنا والقتله وعبده الاوثان وكل من يحب ويصنع كذا. يعني في ناس كتيره بتحب الكلاب، في الموضوع مش واقف بالحرف اكيد، لكن الكلاب في لغه القرن الاول تخلينا نبحث في هو الكلمه دي بتقال على مين. لان مره بولس قال انظروا كلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، انظروا هنا يعني بيوير، تحفظوا تحذروا خلي بالكم. طب هما اكيد ما يقصدهمش بقى دوجز بالمعنى الحرفي، لا، فواضح انه في لغة الجيل ده كله كلمة الكلاب كان يقصد بيها اللي بيسحبوا الناس لشهوات الجسد او لتعاليم ضد المسيح. يبقى كلمة كلاب في الجيل ده اولا عند اليهود كانت تقال على الوثنيين، لكن انتقلت من التقليد اليهودي للتقليد المسيحي فاصبحت كلمه تقال على اللي بيسحبوا الناس للزنا للجسديات يعيشوا عيشه الكلاب. يعني سوري، يعني هو ده القصد بيه، ان هو التفكير يبقى جزداني تماما، لان كان فيها ارتقاط كده بتشجع الناس على الغلط ويقول لك ربنا شيء وحياتك الخاصه دي شيء تاني، فطبعا دي هتبقى عيشة مش مظبوط. او الكلاب بالقصد ان هو لان المسيح نفسه ذكر الكلمة دي قال لا تعطوا القدس للكلاب. اكيد محدش هيرمي حاجات مقدسة وات اذ هولي لكلاب عادية، لكن يقصد في ناس ما تستاهلش تديها اسرار ربنا. ما تلاقي واحد عمال يتريق على الانجيل والمسيح ارجوك ما تكلموش، مش ده اللي يترد عليه، مش ده اللي تبشره، لا لا خالص. في واحد سيريوس وبيحترم يمكن ترد عليه، في واحد لغته وتفكيره انت عارف نوع تفكيره ده ما مش هيفهم يعني ايه معمودية وافخارستية ورهبنة وحب الهي. زي موضوع سفر النشيد، سفر النشيد لما وقع في ايدين ناس تفكيرها من النوع ده بالظبط حصل القدس للكلاب. فهمتوا الفكرة؟ فبقت عاوزة تاكلنا وتقول لنا ما هو كتابكم فيه وفيه وفيه. يا حبيبي الكتاب ده بالذات كانوا بيقروه القديسين الكبار، لأن ده عبارة عن عشق إلهي، والتعبيرات دي كلها كانت تؤخذ فقط بالشكل المجازي للتعبير عن سمو العلاقة بين النفس وربنا بدرجة فوق الوصف، حاجة خاصة جداً. فلما تقع في ايدين ناس كل دماغهم في الامور دي طبعا هتتقري بطريقه تانية خالص. واضحه؟ ادي تفسير كلمه كلاب اللي جت في الانجيل. بزيها الخنازير بدليل انه استخدمها ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بارجلها، يعني تحتقرها. وده اللي بيحصل بالظبط. لو انت اتكلمت في مثاليات عاليه مع ناس دماغها مش عاليه طبعا هيدوسوا عليك في الاخر، هيحتقروا اللي بتقوله وهيهيجوا عليك انت نفسك لانه هم مش مؤهلين خالص يسمعوا الحوار ده. اذا الكلاب كانت رمز للامم اللي هي عبدة الاوثان، لان الوثنية كانت تنتقل بالانسان من انسانيته الى حيوان. الوثنية كانت بتعمل كده في الناس، يعني في طقوس الوثنية كان في حاجتين بشعين جدا، ممارسة الزنا كجزء من إرضاء الوثن وذبح الأطفال كجزء من إرضاء الوثن. الحاجات دي حتى عالم الحيوانات يمكن ما وصل لهاش، فيبقى ما بقوش بني أدمين طبيعيين. لما تبقى واصلة لهذه الدرجة من الفساد الأخلاقي دي حاجة مش طبيعية. يعني إيه أب يذبح ابنه؟ دي حاجة طبيعية؟ الكلاب والقطط ما بيعملوش كده حتى. تلاحظوا انه المسيح خد مثل بلدي واستخدمه في مرة لما قال للمرأة الكنعانية ايه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البني. ده كان مثل يهودي خلي بالكم، ده مش تعليم المسيح، بس هي عارفاه كواحدة كنعانية اممية، فمتردت عليه بادب شديد لان عارفة ان كلمة كلاب اليهود بيقولوها عليهم. قالت له الكلاب تحت الميدة مستنية لقمة، فلا انا ما قصدتش اقول عليك كلمة، عظيم ايمانك
شكر فيها جدا. ليه؟ لأنها قالت له أنا وراك وراك هاخد منك، أنا عاوز الفتات. فهنا عاوز يقول لها ويقول للتلاميذ اللي انتوا شايفينها كأنها كلاب طلعت إيمانها أقوى منكم، قال لها عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين. بس ربنا كشف لنا عن عجرفة اليهود في الزمن ده، كانت بتتعامل مع الأمم، لكن الأممي اللي عنده إيمان بالمسيح ما عادش كلاب طبعا، فهمتوا؟ لأن ده إيمانه سبق الرسل نفسه. يبقى المعنى الأولاني خارجا الكلاب، يعني كل من عاش عيشة خاضع لجسده. إذا كان الجسد هو اللي بيسوقك في كل حاجة يبقى خطر، لأن دي حياة مش حياة البني آدمين الراقيين حتى، دي حياة بيعيشوها أي حيوانات. وعشان كده تلاحظوا كنيستنا دايما تركز معانا، تعالوا نصوم، تعالوا نفكر في الفقراء، تعالوا نفكر في الفضيلة، تعالوا نعمل، ولو احتاجنا ناكل ناكل، بس مش عايشين عشان ناكل. والعلاقة الزوجية مقدسة، أي حاجة براها مش مقدسة. وحتى في تعفف، يعني النظرة غلط. ليه؟ لأن احنا محناش حيوانات، ففي فرامل دايما للشهوات. ليه؟ لأنه خارج الباب الكلاب، يعني اللي هيعيش عيشة كلها جسديات بتحركه بس الأمور الجسدية هو خارج الباب، يبقى حكم على نفسه أنه من الفئة دي. وبعدين الفئة التانية السحر. السحرة كان نوعين طول عمر، السحرة نوعين. النوع الأشهر أو الأقوى هما بيتعاملوا مع الشياطين فعلا، في حاجة اسمها شياطين وفي قوى شر، وفي سحرة حتى في هذا اليوم بيتعاملوا مع الشر بجد، يعني بيستخدموا الشيطان زي اللي بيعملوا بعض الايه الأعمال والحاجات دي. فدول موجودين في كل زمن، موجودين في سفر الأعمال. كان في واحد اسمه بار يشوع، فإيه بولس الرسول طلب من ربنا الراجل ده اتعمى عشان كان بيعطل الكرازة. في واحد اسمه سيمون الساحر كان بيعمل أمور يعني براقة معجزية، أقرب طبعا سحر يعني. لما جه في لبس المبشر اللي بعد استفانوس على طول، الناس كلها سابت سيمون، لأنه لقوا في واحد بيعمل معجزات بجد، لأن في شياطين بتعمل حاجات شبه المعجزات. زي السحرة بتوع موسى النبي، فاكرين لما موسى رمى العصاية بقت تعبان، السحرة جم كمان ايه، بس على التالت جولة ما قدروش يكملوا، يعني بقى يضرب المية دم عملوها، اللي بعدها ما عرفوش خلاص وقفت منهم، لأنه الشيطان محدود في قدراته ولازم بسماح من ربنا. لكن في سحرة أيوة، في حاجات شبه خارقة ممكن عشان تضلل الناس. فهنا اللي بيتعامل مباشرة مع الشياطين ده دخل في سكة وحشة قوي. عشان كده أنا استغرب إن واحد مسيحي يفكر يعمل عمل أو يفك عمل أو مش عارف يروح لبتاعة الودع. أنت بتحط نفسك في سكة وحشة جدا، لأن بعض الناس دول بيتعاملوا مع الشياطين فعلا، فدخلت الشيطان بيتك، دخلت حياتك إنك تتكلم مع الناس اللي من النوع ده. كمان السحرة يقصد بيها في موجة النهاردة في العالم الغربي spirituality but not Christianity. يعني ايه؟ يتكلموا عن الروحانيات. ايه الروحانيات؟ اليوجا تدخل، عبادة الشيطان تدخل، اي حاجة اسمها spirituality، موضة جديدة. الموضات دي كلها على فكرة وراها شياطين. انا شفت فيديو مرعب كده عن ناس بترقص رقص هستيري وبيقع على الارض ومش عارف ايه، والعنوان الكبير spirituality بتاعت هذا الجيل. طبعا دي عبادة شيطان حتى لو ما قالوش كده بشكل صريح، وبعضهم بيموتوا بعض في الاخر. هي بالظبط الوثنية بتاعت زمان قوي، بس طالعة بشكل شيك، يعني الصالة مكيفة وفي ميكروفونات، لكن هي نفس الوثنية القديمة، الشيطان بيجدد نفسه طبعا. كمان السحرة كانوا يميلوا أحيانا لاستخدام الفلسفة، والفلسفة في القرن الأول استتسمت غنوسية. إيه الغنوسية دي؟ معلومات ليكوا كخدام معلش. كلمة جنوزس في اليوناني جاية منها كلمة knowledge، to know. to know أصل الكلمة في اللاتيني، في اليوناني اللغات القديمة بتتكتب جنو،
جي ان، عشان كده حتى اقولها كده دلوقتي. الجنوسس دي معناها انه كل ما معرفتك وعلمك زاد كل ما سيطرت. فهم في القرن الاول حبوا ياخدوا المسيحية في الاتجاه ده، انه الغنوسي يعني هو المسيحي العاقل الحكيم اللي فاهم والناس التانية مش فاهمة. المسيح لو المجد كان بيقول آيات صريحة ضد ده، فقال أبعدتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها. يعني احنا مش عاوزين فلسفة في المسيحية، مش عاوزين ناس بتقول كلام كبير. لو لقيت كتاب كل الكلام اللي فيه كده مجعلظ وكبير قوي، لا ده مش معناه، مش بالضرورة يكون كلام مظبوط، لأن المسيح بتاعنا كان بيحكي حكايات بسيطة، والمسيح بتاعنا بيحبنا وجه مات عشاننا، والعيال كانت ماشية ورا، ويوم حد الزعف العيال هم اللي كملوا الهص، فكانوا متغاظين من العيال، قال لهم لو العيال سكتت الحجارة تنطق، لكن الكبار سكتوا عشان دماغهم. فهنا احذروا من التيارات الفلسفية اللي بيتفلسفوا كتير، بياخدوا الناس بره ربنا. المسيحية مش فلسفة، المسيحية مسيح انت بتلدق فيه، بتحبه، اسمه عليك، تعمدت على اسمه، ماسك فيه، بتخدمه، خلاص سكة بسيطة يعني. لكن لما تلاقي مزيد من الفلسفات حاسبه، لان ده يتحط تحت فكرة الصحراء شوية. البند الثالث الزنا. الزنا هنا لو دققته sexually immoral، هي كلمة اوسع كتير من كلمة زنا، يعني كل ما هو لخبط موضوع السكس. يعني في الأصل اللغوي بتاع كلمة زنا هي مش زنا، هو كل من يمارس ممارسة ما كانش ربنا قصدها. حط تحتيها كل العلاقات خارج الزواج، حط تحتيها كل المبالغات في العلاقات الجنسية، حط تحتيها الهوموسيكشواليتي، كل اللي عايشين العيشة دي ومركزين فيها قوي، خلاص طلعوا بره السما، لأنه مش ده اللي ربنا قصده. ربنا عمل آدم وحواء وباركهم وفرح بيهم ودخل عرس قانا الجليل وبارك الزواج وفي جنس في الزواج، كل ده صح. بره كده لا طبعا. وعشان كده وصية العهد القديم ما اتلغتش، لا تزني، انضاف عليها، مش اتلغت، انضاف عليها من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، لكن هي طبيعي ما اتلغتش. يبقى هنا العفة والطهارة شرط لدخول السم، وبالتالي كل إنسان حتى لو متزوج عنده جهاد اسمه جهاد الطهارة أو جهاد العفة. ليه؟ بيحارب ذهنه، بيحارب عينه، لازم يفضل حريص مع نفسه لآخر العمر، محدش كبير على الحاجات دي. فالموضوع مش لأنه متزوج القصة خلصت، لا، في برضه جهاد مستمر. كمان السكشوالي امورال قال عنهم القديس بولس كلمة غريبة شوية، قال سلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. ما يحدث في العالم من إباحية غريبة زي البورنوغرافي، البورنوغرافي النهاردة وباء، وباء بمعنى الوباء. 60% من شباب العالم بيتفرجوا على صور بذيئة، رقم مرعب، دي دراسات بتقول كده. شباب مينلي البويز، 30% في الجيرلز، دي دراسات. وتجارة البورنوغرافي أغلى، أعلى من تجارة السلاح والمخدرات، وحوالي مليار سايت، بالمليارات مش بالملايين. شوفوا بقى قد إيه تلوث العالم. اللعب بتاعت الأطفال من سن 8 سنين لما يلعب جيم ويكسب تطلع له صورة عريانة عشان يبرمجوه على كده. تخيلين العالم ماشي في ايه؟ سك خطر قوي. ايه ده كله ده؟ وصلوا الكتاب لكلمة اهانة اجسادهم. هو لما الانسان يتعامل مع جسده بالطريقة دي، لما تطلع الاعلانات صور خليعة، ده معناه الجسم اللي ربنا اختار يسكن فيه بروحه تحول الى مادة للشهوة. متخيلين؟ شوفوا الشيطان بيعمل ايه في البشر؟ أجسادنا دي مقدسة جدا، لأن الميرون جه عليها، لأن روح الله فينا، احنا بنتناول. عشان كده احنا نكرم أجساد الموتى، ما نحرقهمش. الجسد ده فيه كرامة، ده المسيح لمسه. جسد اللي تعب وخدم مع ربنا ده جسد تقدس، لأنك انت اشتغلت مع المسيح وتعبت معاه. وفي أجساد بتطلع
كرامات أو بتطلع معجزات زي جسد أليشع في العهد القديم أو ميت. إنما الشيطان بقى عكس كده خالص، بيذل أجساد البشر بالحركات دي كلها، فيتصبح الأجساد مادة للبيع، مادة للتلذذ. حاجة بشعة جدا. يعني في بلاد زي كمبوديا والفلبين والبلاد دي الأطفال بتتباع طول الوقت عشان كده. حاجة بشعة، وده عادي يعني، نفس الحكومة عارفة وساكتة. طب احنا ماشيين في انهي اتجاه؟ شوفوا الشيطان وصل لإيه. والطفل من دول بيطلع طبعا بروستيتيوت، يعني هو خلاص دي حياته، بيسترزق بالطريقة دي وخلاص، وطبعا بيجيله ايدز وبيموت بدري وهكذا. فهنا قال ربنا من كتر الغلط والضلال اللي في ذهن البشر سابهم في غبائهم لدرجة يهينوا أجسادهم. يعني إيه؟ بالطريقة دي هم بيهين جسده، لأن الجسد ده حاجة راقية، ربنا لما خلقه خلقه بكرامة. فالكنيسة تحترم الجسد، ما عندهاش فكرة إهانة الجسد. إحنا لما بنصوم مش بنذل أجسادنا، إحنا بنقدس أجسادنا. فلسفة مختلفة خالص. انت لما بتصوم وبتصلي عمرنا ما بنقول لك صوم لدرجة تدوخ وتموت، لا خالص، احنا مش اعداء الجسد، بس عشان الجسد ما يسيطرش عليك بنقول ايه؟ هذبه بالصوم. لكن ده الجسد الصائم ده هو ده اللي بتبان فيه القداسة. قديسين الصوامين دول دي اجسادهم مليانة نعمة، لان ربنا اشتغل بالاجساد دي سبب خلاص لناس كتير. في علاقة شديدة في الزمن ده بين الإلحاد الحالي اللي هو أكتر من نص العالم بيقولوا ربنا مش موجود، وبين الفساد الأخلاقي، البورنوغرافي والهوموسيكشواليتي زادوا زيادة بشعة في آخر 30 سنة مع زيادة رفض وجود الله. دي مؤشرات دقيقة واضحة جدا. كل اللي بيقولوا ربنا ده تركن، على طول حياتهم تحولت إلى إهانة أجساده. مفيش حاجة اسمها جواز، ما فيش حاجة اسمها علاقات محددة، أي علاقات بأي شكل، ما فيش ارتباط بشخص واحد، كل حاجة بقت مباحة بعد ما ببقاش في ربنا. النوع الرابع اللي مش هيدخل القتلة، ربنا يحمينا. إنما كلمة قتلة برضو هي كلمة واسعة. ليه؟ لأنه مرة القديس يوحنا قال كلمة تخوفنا شوية، قال كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس. زي ما ربنا بيعلى بالأخلاق وقال الزنا مش فيزيكال بس نظرة، وقال الغضب، قال القتل مش قتل، ده الغضب بداية قتل. البغضة مشروع قتل، لأنه كلكم جربتوا في لحظة ضعف لما تبقى متغاظ من شخص قوي تلاقي الشيطان على طول قرب فكرة مش لو مات نرتاح. ما دي بداية الايه؟ القتل. دي بداية القتل. هتلاقي الشيطان يجي في ودانك على طول بفكرة ايه؟ امتى يموت؟ ما امتى يموت دي على طول هي الخطوة الأولى في مشروع القتل. عرفت ان القتلة دي كلمة برضو واسعة. حاسب نفسك لا تكون في أفكار من النوع ده بتعدي على دماغك، لأن انت مش لازم توصل لقتل قايين لهابيل. لا، لكن انت ممكن تكون عندك بدايات. الاغنياء يقتلون الفقراء بالبخل والاستغلال احيانا، طبعا مش كل الاغنياء تاني، بس ده العالم الحالي 5% تقريبا يتحكموا في 80% من ثروات العالم. طبعا ده وضع مقلوب، والانسان اللي عمله مش ربنا. لكن في اغنياء دماغها في الخير والفقراء والدول الفقيرة، لكن في اغنياء لا، هو كل اللي يهمه انه فلوسه تزيد، الناس دي بقى ايه تاكل ايه تموت ايه ماليش دعوه. في ناس عشان تبيع بضاعتها بتخرب على انتاجيات الطبيعه. يعني مثلا اللي بيعمل مصنع ويلوث الطبيعه، ما هو بيقتل من غير ما ضميره يتعبه ومحدش يعرف يمسك عليه غلطه. بس هو الحقيقه التلوث اللي عمله في البيئه نتج عنه بعد سنين يمكن آلاف من الضحايا، بس هو مش فارق مع موضوع التلوث وهكذا. ففي طرق للقتل دلوقتي شائعة، وإيه والمتهم ما يبهنس.
يعني القتل ده مش بشكل مباشر، مروج المخدرات دول اكبر فئة من القتلة. طبعا احنا في شباب من ولادنا بيموت في جرعة زيادة، مش كده؟ طب ما الجرعة الزيادة دي مين اللي كسبان؟ في واحد ملياردير بيقبض بالملايين ومصلحته انه يدخل المخدرات في كل العالم ويطور على المخدرات الرخيصة في العشوائيات، اللي يموت يموت مش دي المشكلة. وبعدين هو ضميره مرتاح، وانا قلت لحد اشرب وانا قتلت حد، بس قدام ربنا هو قاتل. فهمتوا الفكرة؟ إذن لازم ناخد بالنا، لأن القتل مش بالضرورة يكون حاجة واضحة قصاد عينك، مش مسدس وسكينة يعني. بعض السياسيين والاقتصاديين بيقتلوا الناس في قرارات سياسية. يعني كنت في العراق من 10 أيام، أنا ما تخيلتش الغلب اللي هم فيه كده. العراق دي من 30 سنة كانت بلد قوية وغنية ومن أقوى بلاد المنطقة. أنا كأني رحت بغداد، كأني رحت قرية، والحكاية رجعت لورا قوي، والناس كلها عايشة بالعافية وحالة من الذل. ده بسبب حروب 20 سنة، والحروب دي قتلت في وشها آلاف ومئات الآلاف، وقتلت بعدها من الفقر زيهم وأكتر. مين بقى مسؤولين عن ده كله؟ في ناس قاعدة في مكاتب في دولة ما بياخدوا قرارات، وهم ضميرهم مرتاح يروحوا يناموا، وهم قتلوا مئات من الآلاف والضمير مرتاح، بس عند ربنا دول قتلة مش هيدخلوا السما. عشان كده الموضوع دلوقتي الشيطان بيتفنن انه يعني يعمل حاجات ويطلع جدعان بتوعه أبرياء. الاقتصاديين كده ساعات ياخدوا قرارات اقتصادية ما يفكروش خالص في الفقير. الفقير مش هو التارجت، هو بيفكر في سعر الفايدة، بيفكر في مصلحة المؤسسة، يفكر في سياسات معينة. طب وحبيبي البني آدم، البني آدم اللي هو أهم شخص في الدنيا، أهم كائن، لا هو مش في حساباته طبعا. محدش بيفكر في البني آدم غير المسيح والمسيحيين، المفروض كده، ده لو كانوا مسيحيين صح. ما عدا ذلك محدش بيفكر. إذا كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس. أنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. البغضة تخلع منك الحياة الأبدية. إياك تسيب قلبك يكره مهما الناس عملت فيك، مهما الناس غلطوا فيك، حاسب على قلبك. لأنك لو سبت البغضة دخلت قلبك أنت بتموت نفسك، بتموت أبديتك. اعمل اي حاجة عشان تطلع الكراهية اللي دخلت دي. الفئة الخامسة عبدت الاوثان. برضو ما فيش وثنية صريحة، وان كان في على فكرة. يعني رحت في الصين شفت بقى المعابد اللي الناس بتعبد وبتعمل مطانيات اضعاف اللي احنا بنعمله، وبذمة بقى. يعني شفت الناس بتسجد ازاي، كسفت من روحي. بس بيسجدوا لتماثيل، بيسجدوا التماثيل، وعندهم أصوامهم وعندهم وثنية صريحة زي اللي موجودة في العهد القديم بالظبط بكل أشكالها. والشيطان مسيطر تمام، وساعات بعضهم أخلاقه عالية، فدي بقى المصيبة. خلي بالكوا بقى من الشيطان لما يتجمل عشان يسوق البضاعة بتاعته، فتلاقي دول ناجحين في شغلهم ممكن، ويحترموا بعض وعندهم بعض المثاليات الأخلاقية، انما هو بيعبد تمثال بجد ومقتنع بيه. لكن الاشهر الاوثان الاكثر شيوعا بقى عبده المال. ده بقى ده الوثن الاكثر واحد في الدنيا دلوقتي، اللي هو ملوش تمثال بالشكل بس له بقى ايه شهادات استثمار، وله ارقام في البنك، وله كريدت كاردز، وله يعني في وثنيه باشكال كتيره قوي. لأنه ممكن تبقى الوثنية في عربية غالية الواحد بيعبدها عبادة، ممكن تبقى في حتة ألماظ والست دي بتعبدها عبادة، يعني تبيع الدنيا عشانها. أوكي، طب ما يبقى نفس الوثنية برضو. عبادة الشغل، ساعات الشغل بالذات عند الرجالة بيتحول إلى إله مسيطر، فكرش غير فيه، يصحى عليه وينام عليه ويتخانق عليه ويزعل عليه ويفرح بيه ويدوس على نفسه ويدوس على اللي حواليه. طب وبعدين؟ ما بقى ربنا كده. عبادة الجسد دي قلناها، عبادة الناس، في ناس بتعبد ناس، في ناس بتعبد ناس،
الحب لو زاد بشكل غير ناضج يبقى أقرب للعبادة. عشان كده المسيح قال حتى ما تحبوش أقرب الناس أكتر مني، وإلا تحولت إن الناس دول بديل عن ربنا. عبدت الكرامة والتايتلز بقى والأسماء والجرايد والحاجات دي. آخر فئة، كل من يحب ويصنع كذبا، دي اللي بقى تخوفه. ليه؟ لأن طلع طبعا كل من يحب ويصنع خيرا داخل السماء. لكن بص هو حطها ازاي، مين اللي خارج؟ خارج الباب كل من يحب ويصنع كذبا. يعني ايه؟ whoever loves and practices a lie. طب ده عنده حب بس he is practicing lies، هو عايش في كذبة. مثلا قديس يوحنا ادانا شكل من ده، قال يا اولادي لا نحب باللسان والكلام بل بالعمل والحق. فاكرين في قصة السامري الصالح، الكاهن عدى على واحد بيموت صعب عليه، مش بعيد يكون اتصعب عليه ولا اتمصمص ولا عمل. اللاوي عدى عليه، دول مش رايحين السام. ليه؟ he practiced a lie، هو كذب. ليه؟ هو عمل نفسه متعاطف بس محبش يغير طريقه ولا يخسر دقيقة. فهو بيقول انا بحبه، بتحبه الراجل بيموت. السامري الصالح هو حب وعمل خير، وقف حاله، انقذ الراجل، صرف عليه، هو ده الكلام. فالموضوع ما ينفعش التعاطف، التعاطف بس ما يدخلش السماء. لما تصعب عليك اخبار الناس حبيبي دي اول خطوة بس دي ما تدخلش السماء. قولي هتعمل ايه بقى؟ هل هتوقف حياتك عشان يبقى لك رسالة، ولا انت حياتك مكملة زي ما هي؟ يبقى عشت كذبة. عارفين اشهر كذبة ايه؟ ما تزعلوش بس من الكلام الناشف اللي اقوله، اشهر كذبة في مجتمعنا دلوقتي فلان راجل طيب. عارفين يعني ايه؟ طيب هو ما بيأذيش، بس هو الطيبة دي كلمة بقت سهلة قوي. بس هو مين قال انه طيب؟ ما هو لو طيب كان عمل حاجة اكتر من كده، كان سامح، كان تبنى قضية ناس تانية. لكن احنا بنجامل بعض بحكاية ايه، هو عصبي وغلاط ومؤذي بس طيب. يا سلام، هو له علاقات مش حلوة بس طيب، هو في الشغل جد قوي وبيرفض كتير بس طيب، هو مش عارف ايه بس كل حاجة بس طيب. ودي هتضحك بيها على مين دي؟ ربنا يسوع بقى في الحتة دي صريح جدا. اليهود كانوا معتقدين ان هم طيبين وان هم ناس كويسين وعاملين اللي عليهم ويحبوا بعض قوي ويحبوا الناموس قوي، فمتصورين ان هم ناس صح. قال لهم في وشهم مرة، وكذا مرة كانوا عاوزين يموتوه، انتم من اب اسمه ابليس. وش كده، انتم من اب هو ابليس، وشهوات ابوكم اللي هو ابليس انتوا شغالين فيها، لانه ده قتال للناس منذ البدء، ده اكبر كذاب واكبر قتال. ما هو الكذب والقتل دول قرايب. فالشيطان بيحط شهواته في ولاده، زي ما المسيح له المجد بيحط شهواته في ولاده. انت لما تميل للخير ده لانك مسيحي، الروح المسيح اللي فيك بتخليك تحب الناس. انت لما تمشي ورا الشيطان تميل للشر، وشهوات ابليس انه يأذي البشر كلهم بتبقى انت شغال لحسابه 100%، وبتكذب لحسابه وبتجري ورا خطته هو وبتنفذ كل اغراضه وانت فاكر نفسك حر. فبيقول لانه ليس فيه حق، الشيطان ما فيهوش حق، ما تتكلم بالكذب انما يتكلم مما له، لانه كذاب وابو الكذاب. اما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون به. يبقى هنا الحب الكاذب حطه تحتي كلام كتير قوي، المحاباه مثلا، تملق، الكلام المبالغ فيه ده، الغش، المظاهر، الرياء، الادانه، كل ده حب كاذب. وانت لو تحب واحد تتكلم عليه كلمة في ظهره، ده لو جت سيرته في اي حتة هتدافع عنه اذا كنت بتحبه.
مش كده؟ يبقى كل الإدانة عبارة عن حب كاذب، لأنه الحب الحقيقي ما مش ممكن يعيب في حد. كل من يحب ويصنع كذبا. هنا أختم بقى بحكاية الجاهلات دي. أقول لكم الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. الحل إيه يا حبايبي؟ الحل إن إحنا ربنا يحمينا من الكاتيجوريز دي. طب إحنا مش عاوزين لا نبقى تبع الكلاب ولا السحرة ولا عبدة الأوثان ولا القتلة ولا الزنا ولا اللي بيحبوا كذب. عاوزين نحب بحق. أنا فرحان جدا إن أغلبكم بيخدم. الخدمة حب حقيقي مش حب كاذب، بالذات لما يكون ما فيهاش غرض، يعني لا داخلها عشان يسقفوا لك ولا يعملوك أمين خدمة ولا يمدحوك، أنت داخل تحب الغلابة المرضى اللي ملهمش حد. ده أكتر حل يخليك تطلع بره الآية دي، أنت تحب ولا تصنع كذبا. ليه؟ لأنه مالكش غرض تاني. من هنا مراجعة الغرض دايما كويس مهمة، لأن ممكن تبتدي الخدمة بغرض كويس وبعد شوية تبتدي تحب حب كاذب، يعني بقى لك غرض آخر غير الناس نفسها. عشان نتحول من جاهلات لحكيمات، عشان ندخل ما نقفش برة، خلونا إيه نسهر شوية. نسهر يعني إيه؟ يعني عاوزة مجهود أكتر من اللي بنعمله. الجاهلات كانوا مستكفيين بنفسهم، مبسوطين بحالهم، راضين عن نفسهم زيادة. معلش أنا بقول لكم بلاش تبقوا راضين عن نفسكم زيادة في الحياة الروحية. عشان تتقدم أرجوك قول أنا مش راضي عن نفسي، عشان تاخد خطوة واحدة لقدام كده تبقى حكيم. لكن لو راضي عن نفسك في حالة خطر. اتنين، اعترف إنك جاهل شوي، لأن لسه في حياتك حتت من الكلام ده. الأمراض اللي قعدنا نحكي فيها دي موجودة بنسبة. طب ما احنا لازم نلحق روحنا. فمجرد التلمذة ان انا عاوز اتعلم عاوز اخف، ده ينقلك من جاهلات الى حكيمات. الفتور معناه الشخص اللي عايش حياته مع ربنا في حالة فتور ميوعة كده، يعني ايه؟ بيجر رجليه جر. ربنا له حق كده في دقائق على هامش الحياة، الحياة ما تقفش، ربنا يعني ياخد له حتة بتاعته كده عشان بس نمشي حالنا. مش دول اللي هيدخلوا السماء، اللي هيدخلوا السماء اللي مركزين في ربنا، اللي حاطين ربنا أولهم وآخرهم، مش حاطينه على الهامش. أنا هو الأول والآخر، فربنا هو أولك وآخرك. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا. الكلام ده حتى لو ناشف شوية، يا جماعة الكنيسة مستشفى، شغلتها تطلعك من الفئات الستة دول وتدخلك جوه الملكوت. فالكنيسة ده تعبير لذهبي الفم، الكنيسة مستشفى. حضرتك في أنهي حالة من الستة أيا كانت، كنيسة شاطرة في العلاج. فالروح القدس بيقول لك تعالى عشان تدخل، ما تقعدش بره. والعروس اللي هي الكنيسة بتقول لك تعالى تعالى جوه. ليه توقف بره؟ ليه توقف تفضل على الهامش؟ ليه علاقتك بربنا سطحية؟ انت ممكن تغوط عن كده. واللي يسمع ويدوق الحياة الصح هيقول اللي بعده ما تيجي، ده طلعت الحياة مختلفة فعلا لما الواحد بيركز. ده طلعت الخدمة حلوة قوي لما بتشوف الغلابة بيعيشوا حياة أفضل. ده طلعت لما الواحد يبقى له رسالة، بيبقى له قيمة مختلفة خالص عن الغنى والشهادات والكلام ده. فهنا بيقول من يعطش فليأتي، من يريد فليأخذ ماء حياة مجانا، لإلهنا كل مجد.